دبان ميت في جسم الزغلول اهو، شايف الدبان خرج من الريش ومات اهو، رغم ان لسه راشش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم، ازيكم وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم اخوكم مصطفى من قناه مشروعات صغيره وتربيه الحمام. فيديو النهارده زي ما وعدتكم عن حشرات الحمام. في السنين اللي فاتت كنا بنستخدم اكتومسرين وافريزين، كانوا بيجيبوا نتيجه جيده جدا مع حشرات الحمام لما بنحطها في ميه الاستحمام او بنخففها ونرشها رش مباشر على الحمام. وبرضه كنا بنستخدم خل وملح، في ناس اعترضت على الطريقه وفي ناس لها تركيبات تانية من الاعشاب وهكذا. لكن المره دي بقالي فتره، يعني من حوالي كام شهر كده، استخدمت شيء جديد. المبيد الحشري اللي استخدمناه المره دي عباره عن ايه؟ طبعا معلش هو غالي شويه، لكن انت ممكن تجيب سنتي او على حسب الكميه اللي عندك، او تجيب العبوه كلها. عموما انا كنت شاري من فتره يمكن قبل الغلا، كان السنتي ب 4 جنيه، او لو زاد شوية ممكن يكون بقى بخمسة جنيه سنتي، من عند الاستاذ اشرف خضير، محلات افندينا لمستلزمات الطيور او لطيور الزينة، حاج اشرف خضير في دمياط. ان احنا بنعملش دعاية لحد، ان هو موفر لنا كل شيء احنا بنحتاجه. طيب هنخش على اسم المبيد الحشري اللي معانا، اسمه سيباسيل، اسمه فوكسيم. هسيب لك دلوقتي الصورتين، فوكسيم او سيباسيل اللي هو موجود هنا اسمه سيباسيل. العبوة الصغيرة دي فيها 10 سنتي، يكفوني جدا جدا، لما بخلصهم بجيب غيرهم. ده ال 10 سنتي انا شاريهم ب 40 جنيه، زي ما بقول لك ممكن يكونوا ب 50 جنيه، لكن مهمة جدا جدا، نفعتني جدا خاصة في حشرات الحمام اللي هي ذبابة الحمام، الذبابة الرخمة اللي دايما كانت معكنينة عليا ومعكنينة على الحمام. طب ليه انا هرش تاني؟ انا هرش تاني الحمام اللي بره ده ظهر فيه بعض حمامة، لانه سايب انا ما بقدرش ارش عليه رش مباشر، زي ما هرش على الحمام ده كده اللي هو محبوس قدامي ده. طبعا ده انا برشه رش مباشر، رش استحمام يا جماعة، وبرش الحيطان وبرش المكان منه. طيب الجرعة بتاعته قد ايه؟ هو المفروض سنتي واحد على اللتر. هتكرره بعد قد ايه؟ لو حضرتك اول مرة تستخدمه او عندك الحشرات بقالها فترة، علشان طبعا البيض وكده، مفروض تكرره. هتستخدمه 5 ايام، وبعد 5 ايام كمان مرة تانية ترش تاني، وبعد 5 ايام تكرره كمان مرة، يعني هتكرره 3 مرات، كل 5 ايام مرة. الحاجات اللي هي بتضايق المربي، بتضايق المربي جدا، الفاش وذبابة الحمام والسوسة اللي بتلاقيها على الارض، برضو سوسة اللي بتبقى بتاكل في اي حشرات، عموما اي حشرات. بص لو فيه بلقيت براغيث اللي هي بتظهر في القطط او الكلاب هتنفع، والميزه انك هترش منها، ترش تحمي الحمام ده او كلاب قطط، تحمي منها، ما تخافش من اي حاجه، مش حمي يعني تغطس في الحمى، رش استحمام زي ما انا هتشوف دلوقتي وانا برش الحمام ده. طبعا انا عندي البخاخه دي، لازم يكون عندك واحده زيها، عبيتها حطيت فيها، هي بتاخد 2 لتر ميه، بقول لك الجرعه 1 سنتي، فهو بقول لك هتملى العلبه كده او اي بخاخه، مش لازم يكون دي، لو انت عندك كميه قليله لكن دي بتريحني جدا، املاها بالهواء. لو عندك المكان كبير فهيكون محتاج بخاخه زي دي، او فيه من اللي بتتشال على الظهر اكبر، يعني في حاجات اكبر. اللي رائد على الحصى اهو، هوري لك ان انا مش خايف على البيض، ولا طبعا هو السلك مش حايش الرش، الرش واصل اهو، حتى لو جه على البيض ما مش خايف انا من الموضوع ده اهو، على بغرق الحمام كده يا جماعه، والسلاكه ورش المكان وكل حاجه. بص فوق كمان برضو، ده تحته زغاليل صغيره على فكره. ما تخليش اي مكان من غير ما ترش، والحيطان وكل شيء، رش كل مكان، علشان ايه؟ عشان ما يرجعش يفقس تاني الدبان او تفقس الحشرات. طبعا انت عارف الحشرات ممكن تكون بيضه لو انت مش منظف كويس. على كل شيء اهو، بس ضروري انك انت ترش ريش الحمام، او ممكن تمسك الحمامه كده وترشها، لو انت يعني مربي في سلكه وعايز ترش تحت الجناح ممكن ترش اهو. مش هنخلي اي حمامه الا ما نرشها، الحمام السايب اللي طاير والادراج وكل حاجه. طبعا حشرات الحمام هي سبب، ممكن تكون سبب البيض الفارغ، او لان بتضايق الحمام اثناء التزاوج، يقوم يجي الذكر يطلع على النتايه ينزل تاني بسبب ان هو بيتهرش والنتايه بتتهرش. ممكن الحمام يهجر العش بتاعه والبيض والزغاليل بسبب ان الحشرات مضايقاه. خد بالك من الحكايه دي، ما تستهونش بالحشرات.
رشش السلكات كلها. ما تقلقش، هي الحمام بيهرش نفسه كده. اهو الحمام الشغال والحمام اللي مش شغال والحمام السايب والحمام المحبوس. بحمي الحمام يا جماعه بالرش، ما بقلقش منه. اهو لو انا خايف هقول لك ابعدها عن الراس، انا ما بعتش حاجه، بس يعني ما تتعمدش انك ترش في راسها يعني. بنرش برضو هنا الزغاليل في الصفايح او في عشوشها. اهو جوه صفايح او جوه بيوت الحمام. رش الحمام اللي في السلكات دي. نرش الحمام كمان اللي طاير فوق ده اللي سايب، نرش عليه برضه رش مباشر وهو طاير كده. مش هتلاقي عندك اي نوع من انواع الحشرات يا جماعه، زي ما بقول لك كده مش هتلاقي اي نوع من انواع الحشرات. رشيت كمان الحيطان، الحوائط، كل مكان. هنا زغاليل اهو، شوف زغاليل صغيره برشها برضه. بس يستحسن انت ترش في الظهر يعني علشان الحمام ما يبردش منك، ترشش بالليل عشان طبعا ايه الحمام ما يبردش بالنهار، ممكن الجو دافي، لان احنا بنحمي الحمام رش يعني بنغرقه زي ما بيقولوا. طبعا الحمام بيطير، مش هخلي مكان. بس الوقت هوري لك الحشرات وهي ميتة، هوري لك الحشرات وهي ميتة في الزغلول اللي انا رشيته، اللي انا اعرف امسكه يعني، اللي كان في حشرات اللي هو طالع في السطح. طب تعالى نشوف كده الزغلول انا رشيته في البدايه، تعالى نشوف ايه الحشرات ماتت ازاي. الدبان ميت في جسم الزغلول اهو، شايف الدبان خرج من الريش ومات اهو، رغم ان لسه راشش. نقلب كده ونرفع الجناح. ما عادش تقريبا في حاجة صحية. المكان اللي بتكون فيه الحشرات بتكون هنا في الديل، مفيش اهو زي الفل. انا رشيته يا جماعة اهو للناس عشان تعرف ان هو امن. انا حميت الزغلول رش، شوف مبلول ازاي، اتغسل الزغلول، غسلته. كده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشارك في القناه، لو لسه ما اشتركتش وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.